زميلي والسادة المشاهدين، من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس هنا. بالتأكيد هناك العديد من الملفات الهامة التي يتناولها اجتماع مجلس الوزراء، وعلى رأسها الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات وغيرها من الملفات التي سوف نواليكم بالتفاصيل عقب انتهاء اجتماع المجلس اليوم. ما زال اجتماع مجلس الوزراء منعقدا حتى الآن، هناك العديد من الملفات كما ذكرنا، ولكن نؤكد أن هناك أيضا قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء كان هناك يعني نشاط للدكتور مصطفى مدبولي، حيث شهد مراسم توقيع يعني عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون. الاتفاقية أو بروتوكول التعاون الأول جاء بين وزارة الكهرباء متمثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وإحدى المكاتب الاستشارية البلجيكية في مجال استخدام وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. بالتأكيد هذا البروتوكول لم يأتي من فراغ، ولكنه جاء بناء على يعني أن هناك بالتأكيد العديد من أو فائض من الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة فيما يتعلق بمجال الهيدروجين الأخضر والطاقة التي سوف يعني يكون لها يعني باع كبير في مصر لنقل هذه الكهرباء إلى الدول المجاورة وتصديرها. بالإضافة أيضا إلى أن هذا البروتوكول يؤكد على أن هذه تقديم هذه الخدمات الاستشارية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مدته 9 أشهر، وبعد ذلك يتم أيضا يعني عقد يعني جديد للاستشارات الخاصة بمجال الطاقة في مجالات مختلفة. يأتي البروتوكول التعاون الثاني بين وزارة التضامن، وهو بروتوكول ثلاثي بين وزارة التضامن وأيضا وزارة الاتصالات ووزارة القوى العاملة بشأن تنفيذ التوصيات وتنفيذ لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تأتي في إطار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة بالدولة، وأيضا تفعيل منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الاتصالات، وذلك فيما يتعلق بتقديم وتيسير وتسهيل الخدمات المقدمة من الدولة ومن كافة جهات الدولة لذوي الإعاقة ودمجهم في كافة المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى تيسير الخدمات المقدمة لهم عن طريق الاستشارات والتقديم في كافة الجهات المختلفة، في يعني منها أيضا التقديم على الوظائف المختلفة، ومنها أيضا التقديم في يعني تيسير الإجراءات المتعلقة بكافة الخدمات التي يتطلبها يعني أصحاب الهمم أو ذوي الإعاقة. هناك بالتأكيد العديد من القرارات التي سوف يعني تصدر عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، سوف نواليكم بها أيضا عقب انتهاء مجلس الوزراء، وأيضا نواليكم بكافة التفاصيل الخاصة والمتعلقة بما تمت مناقشته داخل هذا الاجتماع إن شاء الله على مدار الفترات الإخبارية لهذا اليوم إن شاء الله. نعم، سيكون لنا متابعات معك أحمد على مدار اليوم. أشكرك أحمد أبو الحسن، مراسل النيل من مقر مجلس الوزراء. أعلن